مرحبا بكم أحبائي، هذا الفيديو موجه إلى كل السوريين في كل مكان في ألمانيا أو في أوروبا، في كل مكان بالعالم. في البداية تحية احترام وحب إلى الشعب السوري الغالي علي. كيفكم؟ شلونكم؟ لك أهلين. المهم أحبائي، أغلبكم سمع بالخبر ومنكم من لم يسمع بالخبر، لذلك قررت أن أعمل هذا الفيديو وأنشر هذا الخبر قبل فوات الأوان. لذلك أحبائي أرجوكم أشد عليكم أن تشاهدوا هذا الفيديو إلى الأخير وأن تقوموا بنشره أحبائي كي يصل إلى أكبر عدد من الناس للأهمية. أحبائي، أغلبكم ممكن سمع بالقرار الذي صدر من النظام في دمشق والذي يقول بأن سوف يتم نزع ملكية كل اللاجئين السوريين الذين لا يعيشون في سوريا والذين لا يستطيعون في ظرف 30 يوم أن يثبتوا ملكية أراضيهم. ممكن سمعتم بهذا الخبر. هذا الخبر أو هذا المرسوم صدر في بداية شهر أبريل، الشهر الرابع، شهر نيسان، أظن أنه الأحباء السوريين يسمى نيسان. صدر في بداية نيسان. الحكومة الألمانية غاضبة جدا والسيدة ميركل غاضبة جدا من هذا القرار، لأنه هذا القرار يعني أنه في ظرف 30 يوم، وممكن وصدر هذا القرار في بداية شهر 4، يعني ممكن فاضل فقط أسبوع أو أسبوعين، وسوف يتم نزع ملكية كل اللاجئين السوريين الذين يعيشون في ألمانيا، في أوروبا، في تركيا، في لبنان، في دول الخليج، في أمريكا، في آسيا، في إفريقيا، في كل مكان سوف تنزع إذا كانت عندهم أراضي في سوريا، سوف تصبح ملكا للنظام. إذا كانت عندهم محلات في سوريا سوف تصبح ملكا للنظام. إذا كانت عندهم شقق، منازل، أي شيء يمتلكونه في سوريا سوف يصبح ملكا للنظام. الحكومة الألمانية برئاسة السيدة ميركل غاضبة جدا وأصدرت اليوم قرارها برفض هذا الأمر، لأنه كما قالت الحكومة الألمانية هذا يسمى خيانة إلى الشعب، يعني الشعب عنده أملاك هاجر بسبب الحرب، فحرام أن يحرم من ممتلكاته وحرام أن تأخذ منه كل شيء. وأنا أعرف عدد كبير من الأحبة وعدد كبير من الناس من الأصدقاء السوريين الذين يعيشون هنا بألمانيا، أعرفهم وعندهم أراضي، عندهم بيوت في سوريا، عندهم محلات، عندهم إلى آخره من الأمور، فكلها سوف تضيع الآن وسوف تسحب منهم كأنه لم يكن عندهم أي شيء. الحكومة الألمانية أكدت اليوم وقالت اليوم بأنها سوف تجتمع مع شركائها في الاتحاد الأوروبي وسوف يقدمون اعتراضا وألمانيا سوف تحاول أن توصل الأمر إلى الأمم المتحدة كي تصبح لأنه هذا أمر قضية إنسانية وضد الإنسانية. وطلبت أيضا من روسيا بأن روسيا أن لا تقف عطرة في هذا الأمر وتساعد بأن المواطنين السوريين أن لا تضيع ممتلكاتهم وثروتهم وأراضيهم وشققهم وكل ما يملكون، لأنه أيضا هناك تخوف بعد أخذ الممتلكات يمكن أيضا أن تسحب من كل اللاجئين السوريين أيضا الجنسية السورية ويمنع عليهم بصفة نهائية وللأبد دخول سوريا. يعني أحبائي أرجوكم انشروا هذا الفيديو كأعلى نطاق، اعملوا منشن، شير، تايلن، انشروا كي يصل إلى عدد كبير من الناس. وأنتم أيضا حاولوا الآن أن تعملوا عريضة توقيعات إلى آخره من الأمور كي يصل الأمر إلى الأمم المتحدة. أينما كنتم أحبائي حاولوا أن توصلوا الأمر إلى الحكومات البلدان التي تعيشون فيها. ألمانيا الآن ولله الحمد تشتغل في هذا الأمر، لكن ألمانيا ويد واحدة لا يمكن أن تسفق. إذا كنتم في تركيا حاولوا بكل هدوء جمع توقيعات وإيصال الأمر إلى الحكومة التركية. إذا كنتم في
لبنان أيضا بكل هدوء حاولوا جمع توقيعات وإيصال الأمر إلى الحكومة اللبنانية. إذا كنتم في الأردن اعملوا نفس الشيء بهدوء واحترام كي يصل صوتكم إن شاء الله إلى الأمم المتحدة. وإذا كانت عندكم شقق وأراضي أو أملاك لا تضيع منكم، أرجوكم انشروا هذا الفيديو على أعلى نطاق في كل الجروبات في كل المجالات كي يصل إلى عدد كبير من الأحبة والإخوة السوريين الذين نعرف معاناتهم، نعرف معاناتهم. وحسب شغلي أتعرف وتعرفت على عدد كبير من الناس، والله العظيم خيرة الناس ما شاء الله. أحب جدا كل الشعوب والشعب السوري أيضا شعب مميز عندي أحبائي، لذلك نشرت هذا الخبر وأريد أن ينتشر هذا الخبر كي يعرفه أكبر عدد من الناس. أنا اسمي مارو وهنا من أجل المساعدة. شكرا لكم، بارك الله فيكم وأتمنى لكم التوفيق، ولا تنسوا أن تناقشوا الأمر باحترام كالعادة وتنشروا أرجوكم هذا الفيديو كي لا تضيع ممتلكات الناس الضعفاء. يد واحدة يمكن بقرار من الأمم المتحدة وضغط دولي أن لا ينفذ هذا القرار، وتبقى ممتلكاتكم موجودة ويمكن أن تبيعوها، يمكن أن تعيشوا هناك إلى آخره من هذه الأمور. شكرا لكم، تحية طيبة، تحية حب وإجلال إلى الشعب السوري الكريم العظيم، بارك الله فيكم. وإن شاء الله من تفوق إلى تفوق، وإن شاء الله ترجع سوريا كما كانت من قبل وأحسن بكثير. بارك الله فيكم، كان معكم مارو، إلى اللقاء.